لحسن الحظ لقيت تاكسي بسرعه. وقف في اشاره مرور، نزلت جري 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 لحد ما لقيت تاكسي تاني. وقف في اشاره مرور، نزلت منه وقعدت اجري جري لحد ما لقيت تاكسي تالت. عشان كده جيت بسرعه. ها؟ طب كويس انك بقى وتفضل تسرح. لا لا لا، مفيش داعي اروح قلبي، مفيش داعي. طب مش لما تاخد كاس الاول؟ لا لا لا، كفايه اللي شربته منك. طب بعدين؟ ويسكي ولا براندي؟ البار هنا مليان اشكال والوان، تشرب ايه؟ اي حاجه من ايدك تبقى حلوه. اتفضل. تعرفي انت اجمل بنت شفتها في حياتي، انا مش عارف من غيرك هعيش ازاي. الكلام ده بتقوله لكل البنات؟ الدنيا حر، ايه العشاء كده؟ انت مكسوف؟ اقلع اقلع اقلع. لا اسمعي، انا مش بتاع جواز. وانا جبت لك سيره الجواز؟ لا بس قلت لي اقلع جاكيتك، وبصراحه انا مش متعود ان البنات هي اللي تقول لي اقلع جاكيتك. انت صريح قوي. ما هو شرط نور، اذا كان فيها جواز هقول لك باي باي. فيها جواز؟ ما فيهاش جواز؟ لا ما فيهاش. حلو، يبقى اتفقنا. اتفضل. صحتك. في صحتك. ايه ده يا ست انت؟ انا اسفه، انا مش عارفه، مع ان كل يوم بشرب ازازتين وما بيجرش كده ابدا. اقلع اقلع. ايوه عشان اخدهم وانضفهم واكويهم واغسلهم. يلا يلا. شكلك حلو قوي كده. ميرسي. اتفضلي. تسمحي تقفي؟ اقفي. انت مش قلتي لي اقلع الجاكيت؟ خلاص انت بقى لازم تقلع الروب. ايه ما تتكسفيش. Thank you.
مالي؟ في حاجة غلط؟ طبعا. ايه؟ انا مش زي البنات اللي بتبوسهم؟ لا دلوقتي هبقى كويس. دي اول مرة حد يبوسك فيها؟ بتتمك في ايه؟ في حاجات كتير. اللي انت عايزه بتاخده. الاهم عندي اخده ازاي. تفتكر تفرق؟ كتير. غريبة. لما انت مش عايزة حاجة تعمليها ليه؟ كل البنات اللي بعرفهم بيقدموا نفسهم، وكل زمايلي بيبصوا لي على ان الصيد هيقع. ان ما كانش وقع الدنيا عاوزاني اعمل اللي انا بعمله دلوقتي، وانا مش اقوى منها. دي الدنيا ضيقه قوي اللي انت عشتي فيها. مش معقول شويه تجارب بسيطه تخليك تعملي حاجه انت مش عايزاها. حاولت كتير اكون امينه على سمعتي وكرامتي، الدنيا رفضت. ما لقيتش قدامي غير اني اخون مبادئي وأدي للدنيا اللي هي عاوزاه. انت بتخوني نفسك. الدنيا عمرها ما طلبت من حد انه يخون نفسه. انت جيت ليه؟ ما كنتش فاكر ان جاي لوحدها هتخش اول تجربه في حياتها وغصب عنها. وبعدين مش ممكن اكون السلاح اللي تنتحري بيه. انت بتمثل عليا ولا بتتكلم جد؟ بمثل عليك ليه؟ انا عايز منك ايه اكتر من اللي انت قدمته لي وانا رفضته. احكي لي. عايز اعيش بشرفي. مش عارفه، عايز اخون نفسي، مش قادره. ما تعمليش حاجه انت مش مقتنعه بيها. يعني افضل عايشه على هامش الناس، اتفرج عليهم يتفرجوا عليا، انا اقول عليهم مغفلين وهم يقولوا عليا مغفله؟ وليه تقولي ويقولوا؟ هما ماشيين في طريقهم وانت عارفه طريقك. وايه هو الطريق الصح؟ طريقك انت. محدش قالها لي غيرك. كل اللي ماشيين في الطريق التاني عارفين ان طريقك انت هو اللي صح. امال سابوه ليه؟ خانوا نفسهم في لحظه ضعف. لكن انت نظيفه من جواكي زي ما انت نظيفه في مظهرك، وده جمالك وروعتك. انت اللي بتقول الكلام ده؟ اوعي تحكمي على الناس من مظهرهم، بصي جواهم ودوري واكيد هتلاقي الحب. الحب الحقيقي ما اتخلقش الا للي زيك. حتى بعد ما فكرت اني اتصل بيك. انت كنت في لحظه ياس ورفضتيها وما رضيتيش تكملي السكه الاخيره. كان ممكن اتصل بواحد تاني ويطلع نادي. امال انا ايه؟ ده ما فيش حد غلط في حياته قدي. انما قدام النور اللي شفته في عينيكي اكتشفت الضلمه اللي كنت عايش فيها. انت مستنيه حد؟ لا ابدا. طب افتحي. ايمان الحمد لله ان انا لقيتك. انا دورت عليك في كل حته، انا ماليش اي ذنب في اللي حصل، الواد سمير هو السبب. بس انا برضه غلطان، ليه سمعت كلامه؟ ثقي ان انا هصلح. اخوك فين؟ فين الكابتن حسام؟ كابتن حسام؟ كابتن حسام، كابتن حسام، تعال تعال. رايح فين؟ ازيك يا كابتن؟ معلش يا سلام، مش متعود اقابل حد بالبيجامه. حد مين يا راجل؟ ده انا جوز اختك، قصدي يعني هكون جوز اخت حضرتك. ما انا صلاح. صلاح يا كابتن اللي خلاها سابت اسكندريه وجت، وانا جيت هنا علشان اعتذر لها. الحقيقه ان ايمان من احسن البنات اللي ربنا خلقهم، وحضرتك كمان. يا سلام على حضرتك، ده انت مثال للشرف والاستقامه والنزاهه. هي حكيت لي عنك كتير، وانا جيت الحقيقه بقى انا لفيت عليها وحيات ابويا اسكندريه حته حته ما لقيتهاش. وبعدين هداني تفكيري بقى كابتن ان انا اجي لك المطار، ادوني العنوان دي بجد. فانا جيت علشان اعتذر لك واثق ان انا بحبك وهصلح كل حاجه عملتها، هنتجوز. وثق يا كابتن ان انا هسعدها جدا. ارجو ان حضرتك توافق. شو شكل حضرتك موافق. ربنا يخليك، ربنا يخليك. ارجو ان حضرتك توافقي. ثقي ان انا هسعدك سعاده. ثق ان حضرتك يعني
انا مش عارف اعمل ايه. انا موقف عن اذنكم. ثانيه واحده، اوعى حضرتك تتحرك، خليك تمام.